السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين ديال الجافا سكريبت. التمرين ديالنا اليوم ان شاء الله هو كالتالي، هو اننا بغينا نبنيو واحد تودو ليست عن طريق الجافا سكريبت. يعني شنو كيعني بالتودو ليست؟ هو انه عندك واحد الانبوت هنايا، وهاد الانبوت انت كتدخل فيه مثلا واحد القيمة، بمجرد كتدخل هاد القيمة في الانبوت ديالك كتضغط على البوطون ديالك كتلاحظ انه كينشئ لك واحد القائمة، يعني واحد الليست. هاد الليسته مناش كتكون؟ كتكون من القيم نتايا اللي دخلتيهم في الانبوت. يعني شو كيعني؟ تخيل معايا انني جيت الانبوت مرات هنايا واحد القيمه اللي سميتها اتش ام ال، غادي نجي لهنايا اد ايتمز، غتلاحظوا انه نشا ليا واحد ال اي. هاد ال اي فيها اشنو؟ فيها نفس القيمه اللي مرات هنايا في الانبوت ديالي، ومعها واحد البوطون اللي سميتو ريموف. اشنو هو الدور ديال هاد ريموف؟ هو انه يمسح لك هاد القيمه اللي ما بقاش عاجبك. يعني غادي نقول هنايا مثلا سي اس اس، غادي نقول هنايا مثلا جافا سكريبت. انتما تخيل معايا انني ما بقاش عجبني هذا الاتش ام ال، غادي نقول ليه هنا ريموف، غتلاحظوا انه مسح ليا الاتش ام ال. الجافا سكريبت ما بقاش عجبني، غادي نقول ليه مثلا ريموف، غتلاحظوا انه مسح ليا الجافا سكريبت. بغيت انني نمسح كلشي، غادي نقول لك كلشي ريموف ريموف ريموف، غتلاحظوا انه مسح ليا القيم ديالي كاملين. وغادي نجي ثاني اد ايتمز، غتلاحظوا انه زاد ليا الجافا سكريبت. نمشيو للايديتور ديالنا ونبداو نبنيو السيناريو ديالنا. وكنتمنى انك توقف الفيديو تخدم التمرين بوحدك، تشوف اشنو هما الحوايج اللي تعلمنا في الجافا سكريبت والجافا سكريبت الضم اللي كيعطيك الحق انك دير هذا السيناريو او انك تبني هذا السيناريو. واجيك الساعة رجع تفرج في الفيديو واش تشيكي ان داكشي درتي هو صحيح ولا لا. انا هنايا اول حاجة درتها مشيت لل اتش ام ال، عشيت هنايا واحد الانبوت، وعشيت واحد الاي جي يساوي انبوت. مشيت هنايا عشيت واحد البوطون اللي هو اي جي يساوي اد، يعني هذا البوطون هو اللي مكلف انه يزيد لي القيمة اللي دخل اليوزر في الانبوت فين؟ في الليستة ديالي. وعشيت هنايا واحد اليو ال، عشيت مثلا كلاس ليست. يعني في هاد اليو ال هادي فاش غادي نطبع الال اي ديالي اللي فيهم القيمة اللي دخل المستخدم في الانبوت ديالي. اول حاجه خصك ديرها هي اننا نشدو العناصر ديالنا بالجافا سكريبت. غادي نقول لها اول حاجه اللي هي مثلا انبوت، وغادي نقول لها هنايا الدوكيمنت مثلا، ونقول لها هنايا جيت اليمنت عشيتو اي جي يساوي انبوت. ثاني حاجه اللي هو البوتون، يعني بيتي نسمي مثلا بيتي ان ار، ونقول لها يساوي الدوكيمنت مثلا دوت جيت اليمنت، ونقول لها مثلا سميتو اد. ونجي لهنايا ثالث حاجه اللي نقول ليه مثلا كونست، ونقول ليه الليست ديالي مالها، ونقول ليه مثلا دوكيمنت. هنايا الا بغينا نشد واحد العنصر عن طريق الكلاس، اسهل طريقه اللي هي الكويري سيليكتور، وتكتب هنايا كما كتكتب في السي اس اس، نقول ليه مثلا الليست. حنايا شنو بغينا؟ امتى ان القيمه تزاد؟ من اليوزر يضغط على البوطون. يعني غادي يمشي لهنايا، غادي نقول ليه بيتي ان اد، نمشي لهنايا نصحح هاجي، نقول ليه هنايا انبوت. نقول ليه هنايا بيتي ان اد، انتما نقول ليه هنايا بيتي ان اد مالو. نقول ليه مين جاي لك واحد الاون كليك او جير ايفنت للسينر، يعني جاي اللي عجبك، نقول ليه غادي نفذ ليه واحد الفانكشن معينه. اشنو هي هاد الفانكشن اللي غادي ينفذ؟ هو انه حنايا عندنا هنايا انبوت. اشنو هي اول حاجه خصنا نديروها؟ هي اننا خصنا نحميو الانبوت ديالنا. يعني شنو كنقصد باننا نحميو الانبوت ديالنا؟ هو ان الانبوت خصو ما يبقاش خاوي. يعني تخيل معايا ان اليوزر خلى الانبوت هنايا وضرب اد ايتمز، وانك ما حميتيش الانبوت ديالك، شنو غتلاحظ؟ غتلاحظ انه غادي يزيد لك واحد ال اي هنايا، ولكن هاد ال اي ما فيها والو، خاويه. هاد السيناريو ما بغيتش انايا، بغيت ان اليوزر فاش يخلي الانبوت ديالي خاوي يطلع لي مثلا واحد الاليرت، وهاد الاليرت مثلا يقول لي مثلا بليز انتر فاليو، او بليز فير انبوت، او شي حاجه كيما كان. يعني اول حاجه غادي نجينا عليها هي الاف كونديشن، غادي نتشيكي الانبوت، وغادي نتشيكي الفاليو ديالو، وغادي نقول ليه دوت تريم. وحنايا تعلمنا ان تريم شنو كدير؟ هو انه كتحيد المسافات. يعني شنو كنقصد بانك كتحيد المسافه؟ تخيل معايا ان اليوزر بصح ما غاديش يخليش لك هنايا خاوي، ولكن تخيل معايا انه دار المسافات، وحنا كنعرفوا ان المسافات كيتحسبوا في الجافا سكريبت. يعني هنا فاش غادي تضغط على اد ايتم غادي يوقع نفس المشكل اللي فات اللي شرحت، هو انه غادي يزيد لك ال اي خاويه. يعني من الاحسن انك تجي تريم، يعني حيد لي المسافات وتشيكي لي الفاليو بوحدو. الا كان خاوي انتم شنو غادي تقول لي هنايا؟ غتقول لي مثلا واحد الالير، وغتقول لي مثلا هنايا بليز انتر يور مثلا يور فاليو مثلا، ما عندنا حتى شي مشكل. شنو خصك دير من بعد؟ الا ما بغيتيش دير انك الالس، غتقول لي هنايا الروتون. انا من الناس اللي ما كيحملوش يخدموا بالاس، ما عرفت علاش. المهم غادي نقول لي هنايا الروتون. يعني حنايا كنعرفوا ان اي حاجه من بعد الروتون ما كتخدمش. يعني تحقق الشوط غادي يطلع ليه الاليرت، غادي يوصل هذا الروتون هذا غادي يطلع ستوب، يعني غادي يفراني هنايا. يعني اي كود في الاكواد التاليه اللي كاينين في هذا الفانكشن ما غيتنفذش. علاش؟ حيتاش كاينه هنايا الروتون. حنا كنعرفوا ان اي حاجه من بعد الروتون ما كتنفذش. نمشيو لهنايا نخليو الانبوت ديالنا خاوي، وندخلو على اد ايتم. نجيو لهنايا السيف، وندخلو هنايا على اد ايتم. انتم هنايا قلت نجي لهنايا السيف،
ومشيو ندخلو على البوطون ديالنا انتما غتلاحظ انه قال بليز اندر يور فاليو. تخيل معايا ان اليوزر دخل هنا واحد المجموعه ديال المسافات وحنايا قلنا ان المسافات كيتحسبوا في الجافا سكريبت ولكن تريم غتحيدهم غتجي هنا غيقول لك هنا بليز انتر فاليو. مزيان هذه هي اول حاجه. شنو هي ثاني حاجه؟ هو انه يشد القيمه ويزيد عليا في واحد الال اي فاست ليست. ها انتما غادي نعاودو ثاني نرسمو النموذج ديالنا. عندنا واحد اليو ال. حنايا شنو خصنا نشوف هاد اليو ال؟ خصنا نشوف واحد ال اي. هاد ال اي شنو غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها الفاليو اللي كاينه في الامبورت. يعني اشنو خصنا نديرو؟ كيفاش اننا كنعدلو في الاش تي ام ال ديال واحد العنصر عن طريق كريت اليمنت او كريت تكست نود او انك دير انر اتش تي ام ال. وانا ما كنفضلش انك تخدم بالانر اتش تي ام ال حيتاش قلنا انك تقدر تعرض للاختراق من خلاله، ولكن بما اننا هنايا تنجربو هنايا مثال عاجي غادي نخدم بالانر اتش تي ام ال. مزيان غادي نقول ليه هنايا مثلا غادي نقول ليه هنايا الليست ديالي انتما غادي نقول ليه الليست ديالي غادي نقول ليه في الانر اتش تي ام ال يعني غادي تزيد ليا في الاتش تي ام ال ديالي غنقول ليه زائد يساوي يعني في كل كليك غتشد ليا داكشي القديم وغتزيد عليه الجديد وهادشي راه شرحناه بالتفصيل في الكورس. غادي نجي هنايا الباكشيك ديالي شنو غادي نشئ؟ غادي نشئ ليا واحد ال اي في الداخل ديال هاد اليو ال هادي. هاد ال اي شنو غادي يكون فيها؟ غادي نجي الدولار ساين غادي نجي هنايا جوج المزدوجات. شنو غادي نجي هنايا؟ غادي تكون فيها القيمة ديال الانبوت هانتوما انبوت دوت فالي وغادي ندير سيف ونمشيو نلاحظوا الشكل ديالنا. دابا اليوزر غادي يخلي الانبوت خاوي غادي يطلع ليه هنايا اليرت غادي يكتب مثلا هنايا دي 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 غتلاحظ انه نشأ لينا واحد ال اي فيها دي دي دي. مزيان هنايا شنو خصنا ثاني؟ خصنا نشأ واحد البوطون يعني غادي يمشي لهنايا في وسط ال اي هادي غادي نمشي ندخل في وسط ال اي يعني بحال كنكتبوا ال اتش ام ال يعني شفت الحاجة باش زوينة الباك تشيك يعني تاع تيمبليت سترينغ خليني من داك الشطار كون قاتيني زائد زائد هنايا تتمشي تجي هنايا بوطون يعني بحال كنكتب في الاش تي ام اي غادي نقول هنايا بوطون وهاد البوطون مثلا غادي نسميه مثلا ريموف نمشي هنايا ونسميه مثلا ريموف يعني زيد ديال ال اي هاد ال اي فيها القيمة اللي دخل المستخدم هنايا زائد واحد البوطون. ها انتم مشي ثاني هنايا ونقول ليه مزيان حد الان مزيان غادي نقول ليه انك فاش اليوزر فاش انه يضغط هنايا شنو غادي يجي يفرغ ليه الانبوت ديالي غادي نقول ليه هنايا مثلا انبوت دوت فاليو يساوي خاوي وغادي نقول ليه مثلا اللي تعلمنا حنايا في الكورس اللي هي انبوت حنايا بلا نعدلو نقول ليه هنايا فوكس يعني شنو غادي دير هو ان اليوزر مين يزيد ال اي ديالو غتمشي للفاليو ديال الانبوت غتخويها يعني غتخوي الانبوت وغتعاود تفوكس ليه على الانبوت يعني غتجي غتركز ليه على الانبوت يعني شنو كنقصد نكتب هنايا مثلا اش ام ال غادي نجي هنايا اد اي شيمز غتلاحظ انه خوى لي الانبوت ديالي وانه دار فوكس بوحدو يعني انه جاهز للكتابه انتم سي اس اس غادي نجي هنايا سي اس اس اني دابا بلا ما نمشي نفوكس ليه عليه هنايا جافا سكريبت غتلاحظوا انه في كل مره انه تيزيد لنا عنصر. دابا شنو خصنا؟ خصنا كيفاش اننا نضغطوا على البوطون هذا البوطون هذا وانه يمسح ليا ال اي ديالي. حنايا تعلمنا كيفاش كنزيدوا الاون كليك عن طريق الاش تي ام ال. شنو تعلمنا؟ قلنا اننا كنمشيو هنايا كنزيد واحد الاتريبيوت او واحد الخاصيه اللي سميتها اون كليك كتجي هنايا كتجر هنايا جوج دا سميتو تجي هنايا سينجل كودز وكتكتب هنايا السميه ديال الفانكشن ديالك. السميه ديال الفانكشن غتكون مثلا ريموف وغادي ندير هنايا جوج الاقواس. شنو غادي يمشي للجافا سكريبت هنايا غادي نعرف هنايا الفانكشن ديالي اللي سميتها مثلا ريموف ونقول ليه مثلا ريموف ايتم نسميها ريموف ايتم. حنايا خصنا نوصلوا للايفنت. حنايا شنو هو الايفنت اللي قلنا هو داك او اللي كنمروا هنايا في سميتو في الفانكشن ديالي. هاد او قلنا انه كيجيب لينا معلومات علاش كيجيب لينا معلومات على العنصر اللي نفذ الحدث وتيجيب لينا معلومات على الحدث اللي تنفذ. وحنايا تعلمنا في الكورس اننا الا بغينا نمروا هاد الايفنت هذا عن طريق الاش تي ام ال كنمروا واحد سميتو واحد الكونستانت اللي سميتو اللي هو واحد التابل سميتو ايفنت. يعني هاد الايفنت هذا هو اللي كيجيب لك معلومات على العنصر اللي نفذ الحدث وعلى شكون وعلى الحدث اللي تنفذ. حنايا اجي نرسمو تاني النموذج ديالنا انتم ركزوا معايا ال ال اي عندنا هنايا ال ال اي وعندنا هنايا واحد الفاليو يعني عافاكم ركزوا معايا دابا شنو غادي ندير. حنايا قلنا اشنو هي العلاقه اللي تجمع بين العناصر. دابا هاد ال اي شكون هو با؟ هو اليو ال ياك بكل سهوله. شكون هو هاد ال اي؟ شكون هو ولدها؟ هو هاد الفاليو هذا. هاد الفاليو كيفاش يشوف هاد ال ال اي؟ يعني عباره عن ولد. يعني كيفاش حنايا كنوصلوا لواحد البارنت اليمنت ديال واحد العنصر وكنقول ليه مثلا داك العنصر وكنقول ليه الخاصيه تعلمنا في الكورس ديال الجافا سكريبت دوم هي البارنت اليمنت. يعني شنو كنقصد؟ تقول ليه شوف العنصر تيقول لك انا مالي تقول ليه جبد ليا باك. مزيان يعني شنو كنقصد بهاد الهضره كامله؟ شوفوا قلت انا نجي واحد ال اي وعندنا هنايا هاد البوطون. ها هو هاد البوطون. دابا هاد البوطون شكون هو باه؟ هو هاد ال ال اي. الا بغيت انني نوصل من هاد البوطون لباه شنو كنقول ليه؟ كنقول ليه بارنت ايه اليمنت. واجيو هنايا نمشيو لهنايا
نمروا هنايا ايفنت وغادي نقول ليه هنايا مثلا في الكو... نقول ليه هنايا مثلا نقول ليه مثلا فواحد الاليط غتقول ليا او دوت تارجت وهادشي تعلمناه وغادي نقول ليه اش غادي نقول ليه جبد ليا البارنت اليمنت ديالك نمشيو نضغطوا على البوطون ديالنا انتما نزيدوا هنايا مثلا سي اس اس ومشيو نضغطوا على البوطون ديالنا انتما ريموف غتلاحظوا انه قال لي اوبجيكت اش تي ام ال اليمنت يعني انه با عباره عن حتى هو اليمنت شكون هو با اجي نجيو هنايا كونسول دوت لوك من الاحسن ها انتما مشيو هنايا حيدوا هادشي نجيو هنايا مثلا واحد سي اس اس نجي هنايا اد ايتيم ريموف غتلاحظ انه قال لي البارنت اليمنت ديالو هو ال اي واشنا هي الميثود اللي تعلمنا حنايا كنمسحوا بها واحد العنصر اللي هي الريموف يعني غتقول لي يعني شنو هو المختصر هو انه غتمشي ليا البارنت اليمنت ديالك شنو غتدير ليه غتقول ليه ريموف يعني غتمسح ليا البارنت اليمنت ديالك وبهكا كنكون مسحنا الاي اي ديالنا ماشي نمسح هنايا حنايا وبهكا كنكونوا سالينا التمرين ديالنا بكل سهوله غادي نقول ليه هنايا ريموف انتما غادي نجي السيف دابا هاد البوطون غادي يمشي عند الاي اي ديالو هاد ماشي انا نرشح لكم اش غادي يطرى هاد البوطون شكون هو البارنت ديالو غادي نشرح لكم السيناريو كيفاش انتما ها هو باه اللي هو ال اي مالها غادي يجي ليها ريموف غادي نضغط على هذا غتلاحظوا انه مسح ليا ال اي ديالي دابا اشنا هو التشالنج اللي بغيت منك انايا واحد الاختبار ساهل وبزاف هو انه نتايا هنايا غتجي لحدا هاد الايد ايتيم واحد البوطون واحد اخر هاد البوطون شو غادي يكون سميتو غتكون سميتو كلير كلير مات كلير يعني كلير يعني شكون يعني كلير هو انه فرغ ليا اليو ال ديالنا كامله يعني خوي ليا اليو ال كامل يعني مسح لي العناصر كامل وراها سهله ونقدر نقول لكم لا ما غن دابا انا قلت لكم باش غادي تخدموها راه غادي نعيقها ولكن دابا اش بغيت نوريكم شنو غنمشيو ل اتش تي ام ال باش نشرح لكم شنو بغيت دابا انا بغيتك انك تجي هنايا واحد البوطون هذا البوطون مثلا غادي تسمى مثلا كلير يعني مسح ليا الايتيم سكاي كاملي غتجي ليه واحد الاي جي لي سميتو كلير وعن طريق الجافا سكريبت تقول ليه منين نضغط على هذا البوطون هذا شنو غادي دير انك غتفرغ ليا اليو ال ديالي يعني انه منين نضغط على هذا البوطون هذا سمحوا لي يعني انك فاش تضغط على هذا البوطون هذا شنو غادي يدير بحال هذا الشيء انت بحال هكا يعني مسح كل شيء هذا الشيء اللي كاينه فوسط يعني اي عنصر كاين فوسط اليو ال مسحوا وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا التمرين ونتلاقاو في درس او تمرين واحد اخر ان شاء الله وخليت لكم الراحه